السكري المعتمد على حقن الانسولين دي في اغلب الحالات ما بنوصي بين الشخص يصوم، لانه ممكن تحصل لهم حاجه يسموها هايبوغلايسيميا او انخفاض مستوى السكر في الدم، ودي حاجه خطره جدا ممكن تؤدي لمشاكل كثيره. لكن الناس اللي بتقدر تصوم وبتاخذ انسولين ففي نوع من الادجستمنت او اخذ الجرعات. عموما صوتي مسموع يا جماعه؟ كويس جدا الحمد لله. الناس اللي بياخذوا انسولين في جرعات يوميه اقل من 40 وحده ممكن يصوموا، اللي بيحتاجوا لاكثر من كده معناها حالتهم ما بتسمح لهم اساسا، او الكنترول بتاع الدايبيتس بتاعهم السكري بيكون مرحلته شويه صعبه، فلا يعني ما بننصح يعني. بالنسبه للافطار في السنه النبويه يقول لك الافطار على 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 تمر او على مويه. موضوع التمر مثلا او الرطب، يقول لك الرطب اهميته انه بيدي الياف وبيرفع الدم السكر في الدم بشكل سريع، فبيدي طاقه والسكر بتاعه سمبل شوجر او سكر بسيط. فدي من الحاجات برضه السنه النبويه بتدينا حاجات يعني تضع يعني من الابحاث الحديثه انه يعني انه ذا الشيء الصحيح المفروض نعمله. يا بلادي يا بلادي